مؤسسة لهذا الأردن لو حكينا يعني بعد العناء الأول في السنوات الأولى لهذه التأسيس هذه المدرسة دخل علينا مشروع نهر الأردن مشهورين لرفع من مستوى هذه المدرسة سواء من عدد الطلاب عدد يعني استفدنا بالفعل كان في الروضة أو في المدرسة. أولاً صيانة المبنى كاملاً، ثانياً تدفئة الطلبة في فصل الشتاء بصبات كهربائية، ثالثاً تأثيث الأثاث للمدرسة، ورابعاً خلق فرص عمل ل14 فرصة عمل. ساعدتنا نشكر وزارة التخطيط، نشكر حكومة المملكة الأردنية، يستر بيوتكم وينجي عماركم.